قابلته العقبه الفلانيه والعقبه الاعلانيه وحلهم بالطريقه الفلانيه. ودولت اللي احنا بالخبره السابقه بيقعد في مرحله البلاننج او في مرحله التخطيط بتاعت المشروع، بيقعد مدير المشروع مع الفريق بتاعه وبيعملوا حاجه بنسميها برين ستورمنج كده، يا جماعه احنا وضعنا الخطه اهو، بس يعني ايه اللي ممكن لا قدر الله يحصل، ها، بحيث ان هو يعرف تنفيذ هذه الخطه. واحد يقول لك الشركه تفلس، واحد يقول لك مش عارف ايه يحصل، ايه مشاكل معينه، طب نعمل لها ايه؟ نسكت؟ لا، بنضع لها خطه برضه، بنضع لها بلان كيف تدير المخاطر لما تحصل وتقابلك. علشان ايه؟ واخد بالك؟ يعني مثلا ممكن واحد يقول لك مبنى حصل فيه حريق او المبنى اتحرق، طب اعمل ايه؟ ما هو انت لو حاطط في الخطه بتاعتك من البدايه ان ممكن يحصل حريق في الازقه، هتكون مامن على المبنى بحيث لو اتحرق تبقى انت المشروع بتاعك ماشي. ما عوضت خسائرك الماديه حتى على الاقل. طيب. وطبعا عندنا عناصر كتيره، يعني ممكن في منها طبعا ما ذكرتش كل حاجه هنا، اللي هي الكوست مانجمنت والكواليتي مانجمنت والبروكيورمنت وبقيه العناصر المختلفه، لكن ركزت على شويه الحاجات الاساسيه. وبعدين اخر حاجه موضوع الكونكلوجن اللي هو هيجمع لنا الكلام ده كله تاني. طيب البروجكت مانجمنت في كتب، اوكي، ريفرنس اند كورس ماتيريال، كتب المتوفره، كتب كتير جدا. انا ان شاء الله نحاول نديكم هنا معانا برضو على يو اس بي او فلاش كده، هنديكم كل الماتيريال اللي هتحتاجوها. الماتيريال بالنسبه لنا هنديكم الكتب الاساسيه، فيها كتب بالعربي وكتب بالانجليزي، بس هو للاسف الكتب اللي بالعربي بتلخبط، يعني ما اعرفش الترجمه بعض ساعات ما بتبقاش يعني كويسه، فعشان كده هي الاعتماد بتاعنا على الكتب اللي هي بالانجليزي. ففي مجموعه من الكتب هنستعرضها دلوقتي ونشوفها، مش بس كتب، في فيديوهات، يعني في فيديوز، انا جايب لكم برده مجموعه من الفيديوز. ليه؟ احنا بناخد الدوره حاليا دلوقتي، سبحان الله، ممكن واحد فينا قاعد كده مركز 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 بس سرح في حته، جاله تليفون ولا جاله حاجه وبتاع سرح في حته ففاتته المعلومه، ايه خلاص كده راحت عليه الدوره؟ لا، في فيديوهات هتشغلها تتفرج عليها في وقت الفراغ بتاعك، هتفكرك بكل حاجه ومذكور فيها كل المواد او كل الماده العلميه اللي انت محتاجها. في فيديوهات برضو نوع تاني من الفيديو دوت مخصوص بتاعه مراجعه ليله الامتحان. موضوع الامتحان ده بقى، خلينا نتكلم عن الامتحان ده شويه. موضوع الامتحان ده اهم حاجه في الكورس، يعني انت احنا هنتعلم وهنستفيد، وكويس ان يبقى عندك النولج الكافيه ان انت تبقى ملم بنقطه المشروعات، بس مش هتبقى سيرتيفايد بي ام بي بروجكت مانجر بروفيشنال الا لما تنجح في الامتحان وتاخد الشهاده. في جهات كثيره موجوده في البلد ومراكز بتقول لك احنا بنديك شهاده اداره المشروعات، وفي معترف بيها. عملوا مؤسسه عالميه على مستوى العالم زي البي ام اي بروجكت مانجمنت انستتيوت، الموضوع دي حددت اجراءات معينه لكي تتمكن من الحصول على الشهاده بتاعتك سيرتيفايد. لما بتحصل على الشهاده في ان هو والله انا بروجكت مانجمنت بيحطوك تحطوك في مكانك الصح، عارفين ان انت راجل هتقدر تدير المشروع. الامتحان اللي بيحصل ما بيعتبرش اذا كنت عارف المعلومه ولا لا، خد بالك ازاي امتحانات كده اللي هي هو مالتيبل تشويس، بيعتبر ان انت فعلا لو اتحطيت في مشروع تقدر تديره. ما انت ممكن تروح تكتب اي كتاب ويكتب امتحان هنا زي المدارس المتاخره للاسف، ده واحد مثلا ممكن واحد مش فاهم اي حاجه وقعت في الامتحان كان عارف شامه مثلا ولا حد غشيش ولا حاجه، كان حد بس اللي بس هذا الشخص هو بيبقى خريج جامعه للاسف، قعد في الجامعه وتعمل الحب كده انا نفسي خرجت مهندس من جامعه القاهره الحقيقيه وبتاع، اول يوم كانوا حاطيني في الموقع كمهندس وبتاع، رحت وقعت غرفه التفتيش كان تبددني جنب النيل، ها وقعت غرفه التفتيش لان النيل كده ايه الارض هناك عامله زي الميه، الارض هناك جنب النيل ده فلازم احنا وراه، انا فاكر ان احنا في الساحه ولا لا، ده انت فيها حاجات انت مش عارفها طول ما انت بتبقى